مشاهدي القناة التلفزيون مصر، أهلا ومرحبا بكم. دلوقتي أكثر وقوعا نشرتنا عند الأخبار الدارجية. وزارة الصحة العامة والوقاية كان صوت واحدة حفلة حتى الشكر للدكاترة الكان قاموا بعملية عن التفكير عن التيمان الاثنين، والحفلة دي كمان بقى في وزارة حتى الصحة. التفاصيل في تقرير الجاي. تسعى وزارة الصحة العامة والوقاية دائما لمواطنيها الصحة الجيدة، وبهذا الصدد جاء حفل الشكر للأطباء الذين قاموا بفصل توأمين في الأسبوع الماضي. بفضل الله وبفضل الأطباء فقد نجحت العملية التي قاموا بها في مستشفى الأم والطفل بالتعاون مع المستشفى النهضة. وزير الصحة العامة والوقاية عبد المجيد عبد الرحيم تحدث عن العملية التي قام بها الأطباء عن فصل التوأمان فيتير. هي المدير العام لمستشفى الأم والطفل شاكرا جهود الحكومة والسلطات العليا في البلاد ووقوفهم لنجاح هذه العملية، كما أن هذه العملية قد تكون نادرة في تشاد، وبفضل الله والأطباء فقد نجحت العملية. تمنيتنا المزيد من هذه الجهود والعمليات لصحة المواطنين. وبشأن ده كمان كلم وزير الصحة العامة والوقاية عبد المجيد عبد الرحيم في عملية عن الفكين عن التيمان ده، نتابع جزء من كلامه. الحمد لله ربنا سعادتنا من البنك الثاني من جهة العملية ده خلال الشهر تحرك النفسة بالآلة الصفاء. لأن في البداية كثير من الناس فيما تعلموه يقولوا أشياء دي ما بسوى في جهة، لأن العملية صارت تشوف والحمد لله شاهدين ومطنيين في البعض ربنا ساعدنا وقدرنا بكفاءة العملية دي نجحت. المنسق المكلف في القضية الهندسية إيسا الجدي كان كلم في هدف عند الخدمة عند اللجنة الوطنية للتسجيل البيومتري، نتابع جزء من كلامه. يعني ده لجنة المكونة لتنظيم عن الانتخابات انا ريفراندوم كنت فكروا جالوك ناسيونال انكليزي بالسوفرين قال واجب يعني كونستيتيوشن اخر ناس يفوتي ودوك كونوري كابتوا خاص لجسما تنظيم فوت عن الكونستيتيوشن الجديد الجاي كونستيتيوشن ذات كله كنت فكروا بروجي حقا خلاص لجنة على كتبتها أنتت لي رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية أنتت لي رئيس هنال كونوريك نو كونوريك حصل هي جايز لي تنظم انتخابات مش ما شفت في كرونوغرام بقى يكون يوم 17 شهر 12 تمام. الناس قاعدين بيشوفوا في التلفزيون في الجرائد في اجان انت يعني ريكريتي هم يعني دول دور حقهم شنو يعني طيب الو جوستما قلنا قبل نمشي في الفوت واجب في شيء الكترونال هسه عندنا لسه الكترونال دول كلم نشوفه من جديد عشان من سنه 2020 وقت سوينا ريفيجن لليوم اكيد شباب الليجو 18 سنة ده كثيرين قلنا واجبهم من دول اللي نمشوا نفتشهم نسجلهم لهم من كلها يكونوا في بلا في شيء الالكتورال الكلام ده هسه ورسلنا ناس في التيران جاي سانسي ناس دول خبر الأخير ده كمان كملت نشرتنا عند اليوم. خليكم مع باقي برامج تلفزيون مصر 24 النصر بنقدم تابع سائلة.